أهلا بكم مشاهدينا. سؤال اليوم: مفتش عام وزارة المالية يكشف استمرار دفع الدولة لرواتب تقاعدية لمتوفين وعناصر من داعش، ما هو رأيك؟ من أراكم التي وصلت على صفحة الحر عراق في الفيسبوك، أبو فرات يقول: التقاعد العام مهمل رقابيا وتنظيميا، لو تسعى الحكومة لاستخدام شركات متخصصة تحت نظام إلكتروني سيكون عند ذاك جمع دوائر التقاعد من خلال منفذ واحد، حينها ستكون البطاقة محركا لعمل كافة البنوك وتسهيل أمر الرقابة واكتشاف من يقبض من عدة جهات. ضياء الحسيني: أعتقد أن هذه المشكلة هي جزء من مافيات إدارية أوعزها إلى ضعف الدولة في ناحية محاسبة المفسدين. والسؤال الذي يطرح: كيف تم صرف هذه الأموال ولماذا لم يتم الإعلان عنها سابقا؟ ليست هذه قضية خطيرة أم يوجد هناك سماسرة ومستفيدين؟ زيد مجيد التميمي: السياسة المالية للدولة العراقية لم تنجح منذ عام 2003، تراكم الأزمات السياسية وعدم وجود رؤية وتخطيط للموازنة المالية، العراق بحاجة لعقول اقتصادية مفكرة تنتشله من أزمته. مهند الربيعي: الموضوع ليس بغريب في بلد مثل العراق، ربما هناك المئات من الدواعش إلى الآن لا زالوا يستلمون رواتب من الدولة، وبسبب المال السائب والفساد الذي أوصل الحال إلى ما نحن عليه الآن. أراكم التي وصلت على صفحتنا في تويتر: علي الياسري: للحكومة العراقية أو الحكومة العراقية عودتنا على الغرائب والعجائب، هذه إحدى عجائب الحكومة الغير منتهية، لا نستغرب إذا وجدنا أرض وسماء العراق مبيوعتان. دكتورة حسنات: ما زال الفساد مستشري ولا يوجد أي نية حقيقية للإصلاح في الحكومة والمؤسسات، وما زالت الحكومة تقترض من رواتب الموظف لسد العجز المالي. أبو محمد تقي الجوراني: هذا غيظ من فيض، فالذي يعتلي صدارة أكثر الدول التي يستشري فيها الفساد المالي والإداري، ماذا يمكن أن نتوقع منه إلا ذلك، وما خفي كان أعظم. أستاذ مصطفى: لم تعد مثل هذه الاكتشافات تثير المواطن لقناعته أن المفسدين لن يحاسبوا أو تعاد الأموال المهدورة، فكم من اكتشاف ذهب أدراج الرياح. انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان: خلونا نبلط، أطلقها شاب عراقي بتمويل ذاتي وجهه تطوعية فردية، باشر فيها منذ الجمعة الماضية بتبليط أول مطب على سريع. محمد القاسم: اليوم بدينا أول مرحلة، كانت هي إصلاح تخسف الحاصل على طريق محمد القاسم بين منطقة حي تونس وبين منطقة سبعة أبكار. الحمد لله وشكر اليوم يعني كسيناها هاي الطسه وعالجناها. طبعا للامانه مو بس انا سويتها، جيت انا الصبح بوحدي، بس اثنين من الاخوان الطيبين وقفوا وطقوا بسياراتهم وساعدوني واعطوا دعم مادي صراحه، وبالاضافه الى ذلك ما عافوني الا لحد ما خلصناها للطاسه كلها وصلحناها، وهاي مثل ما تشوفون